على من يا مام؟ جمعا يا حبيبي، اقعد، عاوزك 5 دقايق في كلمتين. اوي يا مام. انت هتقولي الكلمتين في اخر 5 دقايق ولا ايه؟ لا هقول اهو. عادل يا حبيبي، انا حاسه كده ان ايامي في الدنيا بقت معدوده و... يا ماما ما تقوليش كده يا ماما، ربنا يديك الصحه وطولة العمر ان شاء الله يا ماما. هو في حد يا حبيبي هيأزل في الدنيا؟ طب خلاص براحتك، قولي يا ماما. انا بس عايزه قبل ما اسيب الدنيا اسيب لكم حاجه تفتكروني بيها. ما هو ده العشم برضه يا ماما. كنت عايزه تسيبي ايه بابا؟ عايزه ايه؟ مش لاقي الشراب بتاعي. روحي خدي الشراب بتاع خالتك نجلاء. اجري. ايوه ماما، كنت بتقولي عايزه اسيب لكم بابا. ها عايزه ايه؟ يخرب بيت بابا، عايزه ايه؟ الشراب بتاع نجلاء مقطع. خدي شراب ماما، تصرفي، اجري اجري. شقيه قوي ياسمين دي. الاولاد احباب الله، ربنا في كتابه الكريم بيقول المال والبنون زينه الحياه الدنيا. الحمد لله غطينا احنا حكايه البنون دي، فاضل حكايه المال. كنت بتقولي عايزه اسيب لكم؟ كنت عايزه اسيب لكم السيره الحلوه بس. لا، والسمعه الطيبه. اذا كان على كده هنهيص بقى يعني. اصل السيره لوحدها هتعمل ايه؟ اهو اللي ما ياخدش سيره ياخد سمعه برضو يعني. بابا الراحه للمدرسه. طيب يا حبيبتي استني على الرصيف، ما تنزليش من على الرصيف الا لما يجي الباص. ماما صحيح ينفع اديها حاجه من نايبها مثلا بنص جنيه سمعه، بربع جنيه سيره او حاجه؟ معلش يا حبيبي، هو كان المفروض ان انا اسيب لكم فلوس. ماما فلوس ايه يا ماما؟ ربنا خليك لينا، مش محتاجين فلوس الحمد لله، مستوره. طيب ماشي، ما دام مش عايزه حاجه يعني مش هتسيب لنا حاجه. محتاجه انت اي حاجه؟ انا استخرت ربنا وباذن الله ناوي احج. تحجي؟ يا سلام، ربنا يكتبها لك يا ماما. طب وانت يعني هتجيبي فلوس الحج منين؟ انا معتمده عليك في الموضوع ده. يعني عايزه تبعتيني لحد اجيب لك منه فلوس؟ لا، انت اللي هتطلعني احج. انا اللي طلعك تحجي لي؟ وانا طارق علام؟ لا، انا لما اروح ان شاء الله للحج هدعي لك، لما ارجع رزقك هيبقى 10 اضعاف. بص يا ماما، يعني اكيد انا لو معايا فلوس مش هتاخر عليك ابدا، بس ان شاء الله اوعدك اول 100,000 جنيه يخشوا جيبي وما اكونش محتاجهم هطلعك تحجي بيهم ولوحدي. لا، انا عايزه ام ميرفت معايا. هي اللي عارفه الطريق يعني؟ هاي ويندوز تايتانيك بليز. بليز انا كنت عايز. ايه ده كنت عايز؟ يعني انت مصري بقى؟ او يس. يا عم سايبنا استهلك في الانجليش بتاعي. بص انا كنت عايز تمثال ستايل، ويا ريت يبقى فيه الوان كتير كده، وخصوصا الفسفوري، اصلا بتموت في الفسفوري. لا ما دام بقى بتموت في الفسفوري روح هتلاقي اكله سمك. بص انا حسيتها دي زمانتنا في المودرن اكاديمي، اوكي؟ اوكي. وهي بتموت في الانتيكات، وكيمو ايه بقى؟ واكل عقلها بالتماثيل، وانا ايه بقى؟ عايزك تجيب لها تمثال ستايل شبهها بالظبط، قوم ايه بقى؟ ايه بقى؟ قوم هي تقلب كيمو وتعلق في انتيمو. هو انتوا معانا في البلد دي ولا ايه؟ بص يا عم انتيمو، انت تسيبك بقى من حكايه التماثيل والستايلات دي خالص، اسمعني بس، انت تاخد البنت دي على كاريتا وكيسين كشري كده وعلى ترعه المريوطيه كده كده تتغندروا مع بعض، مناظر جميله والخضره في الميه نفسها. البنت بقى هتضرب كيس الكشري هتخر معاك بالكلام، انت تسرسبها هتشبط معاك على طول. ريلي ايوه ريلي سعاد منى، اي واحده بتيجي بالطريقه دي. يلا يا رمزي، الزبون العجيب ده كان عايز ايه؟ يا عم باين عايز تمثال زمبالك لعبه. باين تمثال زمبالك؟ يا دولا بص يا دولا، انت قاعد ومريح دماغك وانا هنا اللي طالع عيني. يا دولا في زباين بيطلبوا طلبات غريبه. طلبات غريبه ازاي يعني؟ يعني عندك مثلا في زبون جالي امبارح قال ايه، بيقول لي عايز تمثال قط فرعون اسود. وعايز اشتري كل الكميه اللي عندنا وباي ثمن انت عايزه. زباين اتجننت يا عم. ايوه يعني المهم انت قلت له ايه؟ قلت له ايه؟ لا طبعا يا دولا،
الأمانة سر النجاح. نجاح إيه يا فاشل؟ أنت مالك أنت ومال النجاح؟ قط فرعون اسود وتقول له ما عندناش؟ ما هو يا ابني المخزن بينونة ويخرب بيتك يا دولة. ده مش قط، دي قطة. روح نضف البازار. وايه الكيس ده؟ ده كيس زبالة باين. وكيس الزبالة بيعمل ايه هنا؟ خد ارميه بر. خد تعال. بتبردم بتقول ايه؟ ما بقولش. بتقول ايه؟ بحسب. اتكل على الله. بس يا حيوان. مالا رميت الزبالة؟ رميتها يا عم. انت بتشوح ولا ايه؟ بتشوح؟ انتوا يا بهايم انتوا، زبالتكوا دي ترموها تحرقوها، مش ترموها على عربيات الناس. صح. وبعدين لو كل واحد رمى زبالته في الشارع، الشوارع هتبقى مسكونة. صح. هو انت الكورال ولا ايه؟ انت مين؟ اخوك في الحياة سيد الزعفراني 0-10-5-7-3-4-5، وده اخر كارت معي. ده. لا ده متباع حضرتك. من غير فلوس، ده كفايه بس لسانك الحلو اللي انت دخلت علينا بيه ده. لا صحيح. خلاص عشان خاطرك 150 جنيه. بس سيد. نعم. ادفع. عيني اجوع. شكرين قوي يا استاذ سيد. سيد اتفضل يا استاذ سيد، اللي جاب لك يخلي لك. اللي جاب لك يخلي لك. اتفضل. مع الف سلامه. سلام يا سيد. ايه ده؟ شفت ياد؟ ده البيع، ده البيع والشراء. ازاي تعرف تلاقي الزبون؟ افهم حاجه، افهم حاجه. خد الكيس ورميه يلا، ما ترموش على العربيات، حد ارميه في اي حته من غير ما حد يشوفه. حاضر يا عم. حاضر. ثلاثه حاضر. اتكل على الله. السعادة الشنطة دي وقعت من الواد رمزي، مش تخلي بالك بعد كده يا هاد. مشكرين قوي، سلم لنا على المعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وبعدين في الشنطة بقى المحجبة دي هنعمل فيها ايه؟ انا هفتحها يا ابن عمي. لا 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 لا، احنا مش ناقصين جراثيم، خد ارميها يلا. يا عم انا رميتها قبل كده كذا مرة، هي شغلانة بقى يا عادل. ما تيجي تاخدني قلمين يا دولة بقى كل شوية بقى. دولة وتشوح لي يا عم بقى، ما انا زهقت. السلام عليكم. سلام. اديني حاجة لله، ربنا يسترها معاك دنيا واخره يا ريس. لا معلش ربنا يا حنان. معلش ده انا على دي مية على ركبي هنا اهو. طب كويس ان عندك مية، ده في غيرك مش لاقي تشطف. بركب حنفية على ركبتك بقى. ولك تتريق على شحات، ممكن ربنا يسخطك. طب انت لسه متريق. انا التريق انت بتتريق. ماشي. ارجوك يا سعادة البي، الجودة في المجهودة. اي حاجة. يا حاج ما انا قلت لك ربنا يا حنان. الله يخليك يا بي، اي حاجة من عندك. حاضر يا سيد، حاضر يا سيد. الشحاتين دول. اتفضل يا سيدي. ربنا يخليك يا سعاده البيت. بقول لك معلش، وانت ماشي في سكتك ارمي لنا كيس الزباله ده. جرايه يا استاذ، انت فاكرني زبال؟ انا شحات قد الدنيا، عالم زباله. ايه ده؟ ده طلع بيمشي عادي. يا اخي بتجيبوا الكلام لنفسكم انت. شوف بقى ابن عمي، وما تاخدهاش يعني مني تقيله يعني. ها هين قرشك ولا تهين نفسك يا عم؟ وبدل ما تتحوج للاشكال دي، الصلاط لك عيل حرك كده اهو، ياخد باله من البازار، يبيع لك تماثيل، يرمي لك زباله. اجيب عيل يعمل لك؟ طب ما انت بتعمل ايه حضرتك هنا يعني؟ حضرتك فاكر ده مراحيض عامه؟ لا يا دوله، انا هنا اشراف عام. صرفت لي في فلوس الحج يا ماما؟ النهارده الاثنين البنك قافل يا ماما. مفيش بنك بيقفل يوم الاثنين. ومفيش بنك انا حاطط فيه فلوسي اصلا يا ماما. يا ماما حس بيا يا ماما. يا حبيبي ما انت داخل خارج محمل اهو. محمل ايه ده؟ عشان الشهر، طلبات الشهر يعني، نقضي الشهر كله من غير اكل. يا حبيبي كل براحتك، بس في اولويات، اعمل لاخرتك قبل دنيتك. حاضر يا ماما. وبعدين انا الحمد لله مظبط يعني، انا كفايه ان انا بكفر رمزي ده لوحده يعني، ان شاء الله يدخلني الجنه. عادل عايزك في كلمه. ها؟ طبعا يا حبيبي انت عارف ان كل بني ادم فينا بيمر بظروف صعبه.
طبعا، واما حد يمر بظروف صعبه، الحد اللي ما بيمرش بظروف صعبه يقف مع اللي عنده ظروف صعبه. حس كده بقى، نجلاء اختك الصغيره بتمر بظروف صعبه جدا. انت عارف طبعا البنت صغيره وطايشه وبتشوف صحابها بيروحوا وبيجوا بيلبسوا وهي ما عندهاش هدوم خالص، وكانت عايزاك يعني لو تسمح يعني تجيب لها منتو. يا سلام، واحدة ما عندهاش هدوم اجيب لها منتو؟ عايزة حاجة تاكلها ليه يعني؟ لا يا عادل، منتو ده اللي هو البلطو الطويل. طب ما تقولي بلطو طويل، لازم منتو يعني؟ منتو بابا عايزة 30 جنيه. آه، وانت عايزة الفلوس دي ليه رخرة؟ عشان اجيب هدية للمدرسة. بمناسبة ايه؟ امتحانات اخر الشهر. طب هو كل شهر هنجيب لها هدية يعني؟ أنا مش فاهم أنا، وكل شوية هات 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 ال 200 جنيه اللي عليك. نعم، ما أنت عمال تدي وتجيب وتحط وتشيل، ادفع اللي عليك الأول. أيوة أدفع اللي عليا إيه وبجيب وأدي إيه؟ دي طلبات الشهر، يعني الحق عليا. عادل صحيح افتكرت يا حبيبي، عايزة 10 جنيه عشان أجيب مرق الدجاج. مرق الدجاج ليه؟ ما أنا جايب الدجاج نفسه أهو، وأدي طلبات أهي كل، أدي الخل وأدي الزيت وأدي طماطم وأدي الفراخ اللي هتعملي عليها المرقة اللي أنت عايزاها، وأدي البرتقانة أهو اللي أنت قلتولي عليه، وأدي موزة أهو ولسه موز فريش، اتفضلي، وأدي الباذنجان اللي هتعملوا لنا عليه بابا غنوج، جايب لكم كل حاجة، يعني أنا مش حارمكم من أي حاجة، مش مقصر معاكم في أي حاجة، وكل شوية هات فلوس هات فلوس هات فلوس. اجيب لكم فلوس منين؟ ده شكل واحد معاه فلوس، ده شكل واحد معاه فلوس، ده شكل تاجر عملة. ايه ده؟ ايد مين دي؟ شفت يا عادل، عشان نويت تحججني بس ربنا رزقك، امال لو حججتني ده انت مش هتلاحق. لا بقى معلش، انا السبب. انت السبب فين ان شاء الله؟ علشان كل يوم الصبح بقوم ادعي له. وانت بيستجاب لك دعاء اساسا؟ طبعا بيستجاب لي دعاء، بأمرت ان انا دعيت لبنتي فربنا بعت لها ابن الحلال. اوبا ملعوبه، كلتيه وهو سهل وخايب نايف ني كده. بابا ممكن تجيب ال 30 جنيه؟ يا حبيبتي معيش فلوس تاخدي 20 دولار؟ لا لو خدتهم ناقصين هتزنق. عادل هي دي فلوسك؟ لا طبعا. هو لا تنتوفه؟ لا يا ريت كانت فلوسي، بس زي ما بقول لكم كيس لقيناه في البازار. عشان نيتك الحلوه ربنا رزقك. المشكله بقى ان انا ما كنتش عارف الكيس ده بتاع ايه، وكل شويه ارميه يرجع لي. خلاص ما دام بيرجع لك يبقى رزقك. يعني اتكل على الله واسمي وافرق؟ لا يا عادل، ما دام لقيتهم في البازار يبقى مش بتوعك. انا ما ربيتكش على كده، احنا نستنى ساعتين ثلاثة لو ما حدش جه ناخدهم. ماشي يا جماعه، بس انا عايز اقول لكم حاجه، مش معنى ان احنا لقينا فلوس مش بتاعتنا ان احنا نتصرف فيها ونفرقها علينا. تنت يا رن تنتن، اوبا انزل مع المصحه وهات اللي عليك. انت بتتكلمي في ايه يا جماعه؟ الكيس ده انا لقيته في البازار، وانا كلمت رمزي وزمانه جاي عشان يقول لنا الكيس ده مين اللي نسيه عندنا. دولا حبيبي، انا كان قلبي حاسس ان انت يا سراء اللي هتفتحي لي الباب، علشان كده قطفت لك زهره بمناسبه عيد الفلاح. وانا مش عايزه حاجه من وشك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده يا سيدي الكيس اللي احنا لقيناه في البازار. الكيس اللي احنا كنا عمالين نرمي فيه ده دولا؟ يا حبيبي يا دولا، علشان كده طلبتني عشان اخد نصيبي صح؟ نصيبك ايه؟ ده عادل عايز يرجعه لصاحبه. ايوه يا جماعه، ما انا صاحبه. يا سلام، انت صاحبه ازاي يا اخوي؟ معلش يا دولا انا اسف، يعني انا كنت بحوش من وراك. بتحوش من ورايا ايه؟ احنا عمرنا اشتغلنا بواحد بس من دول. المهم ما تعرفش مين اللي ساب الكيس ده في البازار يا رمزي؟ لا ما اعرفش. طيب ما دام ما تعرفش يلا اتكل على الله. طب نصيب يا دولا واحدة بس، واحدة بس يا دولا. اتكل على الله. ايه ده ايه ده الظلم ده؟ اتكل على الله يلا واحدة بس. يلا يلا خلاص، انا سألتك وخلاص. طب يا دولا طيب دلوقتي يا جماعة عايز ايه؟ من فضلكم يا جماعة انا كنت نسيت كيس اسود. خير يا دولا. صباح الخير. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 2. يا نهار ابيض، ده انا اتأخرت قوي، لازم اكون في البازار دلوقتي. لا يا حبيبي ريح لك يوم. وايه ده؟ ده الفطار. فطار؟ هو المطعم قافل؟ لا. انت هتحلقي لي ولا ايه؟ لا يا حبيبي كل الأول.
اكل ايه؟ لا مش هينفع اكل، انا لازم اصلا اروح على البازار دلوقتي. كل الاول وبعدين انزل البازار. ايوه اصل انت مش فاهمه رمزي. عاوز ايه؟ انا دولا حبيب قلب ابن عمي ما جاش النهارده، فقلت يعني اجي اطمن عليه. اتفضل. يا رمزي خش يا رمزي. دولا حبيبي الف سلام عليك يا دولا. الف سلام عليك. انت ايه جايبني هديه من البازار بتاعي يا فندم؟ خش. ازيك يا ماما؟ صباح الخير. صباح الخير يا حبيبي. اشرب. والهنا والشفا. اهو ما حدش بقى سأل على الفلوس لغايه دلوقتي. عشان كده هروح اسلمهم في الاسم. اسم؟ اسم ايه يا ابو اسم؟ ايه؟ مرات الظابط اهم مني؟ هي تحج وانا لا؟ اقول لك ايه بقى؟ انا عندي فكره كويسه جدا. احسن حاجه تعملها في الفلوس دي انك تفتح محل اللي بيبيعوا الحاجات بابو 2 جنيه ونص ده. لا يا عادل، احسن حاجه تعملها انك تحط الفلوس دي في البنك كلها باسم اختك. على اساس ان انت الوحيده اللي معاكي بطاقه يعني ولا ايه؟ لا يا حبيبي، احسن حاجه في الدنيا تعملها ان انت تخلي الفلوس دي للشقه وصاحبه الشقه. صاحبه الشقه والشقه محتاجين حاجات كتير قوي يا حبيبي. لا يا دولا، انت احسن حاجه تحط الفلوس دي بقى في توك توك. بس يلا بس يلا، احسن حاجه ان انا اخلي الفلوس دي زي ما هي كده اهو لغايه ما يجي صاحبها يسال عليها. ما انت حتى لو اديتها لصاحبها يا عادل هتضطر تاخد منه 10% نسبه لصاحبه الشقه والشقه. ايه الكلام ده؟ سابق لاوانه قوي يا اخوانا، ولغايه بقى ما يحصل الكلام ده الفلوس هتفضل جوه في الجلاب. يبقى انا كده عرفت مكانها. خد يلا خد يلا ولا تعال تعال تعال، دخل تسرقنا واحنا قاعدين. صح، استنى بالليل وانت نايمين. صح ايوه، وانا هفتح لك. ماشي يا حاجه، ابعتهم لك على طول. ماشي عينيا، مع السلامه. بس بس يا عم، وردوا الامانات الى اصحابها. اتفضل يا عم الحاج، اتفضل. الحمد لله. احمد ربنا ان الشنطه دي وقعت معانا احنا. الحمد لله. صاحب الفلوس اهو. ده صاحب الفلوس؟ انا صاحب الفلوس. انا صاحبتها ازاي الفلوس دي؟ ايه الفلوس اللي نفسها حلوه دي؟ ما انا هقول لحضرتك، حتى بالاماره كان فيها فلوس كتير. او كان فيها فلوس كتير. فلوس كتير. اثبت يا عم ربيع، اثبت. طيب الفلوس الكتير دول كانوا كام يا عم ربيع؟ كانوا دولارز. دولارز؟ أيوة. وكمان بتتكلم انجليش؟ ايوه حضرتك، دي اللغه الام بتاعتي. دي حضرتك اللغه الام. وبعدين عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا لازم من المطار عليك على طول. والله. ممكن بقى حضرتك لو سمحت يعني تديني الفلوس علشان انا يعني راكن الطياره صف تاني. والله صف تاني. خايف يعني ان الطياره تتكلبش، مش كده؟ فعلا. لا انا عينيا ليك، اسلمك الفلوس في الاسم ان شاء الله. الاسم؟ اثبت يا عم ربيع. يا عم ربيع. لا حول ولا قوة إلا بالله. راح عم ربيع المسحراتي. بس ما يسحرها رمضان دلوقتي. لا ما تقلقش على رمضان، انت رمضان كله هتبقى صاحي، لان انا هكون طردتك من البازار. شوف لك بقى وظيفة. بتضحك عليا. معلش يا دول، انا منحرج منك يا دول، انا منحرج منك. بس الجوع وحش. الجوع وحش، وانا عمري جوعتك يا رمزي؟ جوعتني كتير. هاي رمزي. هاي هاي. انا عملت زي ما انت قلت لي امبارح. ايه بقى؟ ايه بقى؟ خدتها وطلعت على ثلاث مريوطيه، بس ما جابتش نتيجه. حضرتك بتدور على حاجه معينه؟ اصلا المره اللي فاتت شفت التمثال ستايل تحفه تحفه. بس انت وضبت المحل ولا ايه؟ يا عم ما وضبناش ولا حاجه، ولا نقلنا حتى تمثال مكان التاني. يا عم استنى يا رمز، يا استاذ انت عايز ايه بالظبط؟ بقول لك ايه، انا هنا امبارح سبت كيس اسود بلاستيك. عايزه ليه؟ جايله ليه؟ ما يخصش حد. الكيس فين؟ انا رمزي اتصرف يلا، اتصرف يلا. اتصرف دلوقتي؟ اتصرف؟ اشمعنى بقى قبل كده كل شويه تقعد تقول لي ما تتصرفش من دماغك؟ ما تتصرفش من دماغك. محدش هنا هيطلع بره غير لما يظهر الكيس. طب اسمع كلام مين فيكم دلوقتي، اطلع بره ولا لا؟ اسمع كلام البيه، ما تطلعش بره يا حيوان. بس ده غبي شويه، معلش حضرتك. سلم نفسك بركات. استنى استنى استنى. استنى حضرتك، ممكن ينزلني الاول بعدين يسلم نفسه؟ نزلني يا بركات. شكرا قوي، انت على طول بتيجي متاخر كده. سعاده الباشا ده كان هيموتني. احنا جينا في الوقت المناسب، وعلى فكره
انت ليك نسبة 10%. ربنا يخليك يا باشا، كويس ان انتوا جيتوا، ده انا رنن لكم من بدري. مين الاخ ده؟ ده سيادتك، ده رئيس العصابة يا باشا، اسمه رمزي، وبركات ده هو اللي شغال معايا. انا دولة؟ انت انا دولة؟ دولة انا. ساتر، الشباك جاي بصهد، جو حر نار يا عادل. بالعكس انا شايف النهارده الجو الحمد لله ما شاء الله، يعني جو زي الفل النهارده. درجة الحرارة ارتفعت جدا، 70 فهرس نايل. أي كلام بتقوليه في أي حتة وخلاص، فهرس نايل اسمها فهرس تايل يا ماما. أنت عارف لو درجة الحرارة ارتفعت عن 70 الناس ممكن تسيح، زي ما حصلت الحادثة دي قبل كده في البلد الأوروبي اللي اسمه أيسلاند. طب أنت عارفة أصلا أيسلاند دي يعني إيه؟ ملهاش معنى طبعا، يعني هي مصر ليها معنى؟ يا نهار اسوح، طبعا ليها معنى، مصر أم الدنيا معروفة أوي. لكن أيسلاند دي بقى أساسا اسمها ايسلاند ترجمه لارض التلج، معقوله الناس تسيح فيها؟ انت عارف اكتر حاجه بتنرفزني فيك ان انت بتفتي وانت مش فاهم حاجه اصلا. ايسلاند دي سموها ايسلاند علشان الناس كانت بتسيح في الحادثه الفظيعه، والناس هناك كان نفسها يبقى بلدها فيها تلج فسموها ايسلاند. يعني ايه اسمها ايسلاند بعد الحادثه؟ منك لله يا رمزي، بوظت الحيله كلها. عادل انا ماليش دعوه، انا مش هعيش من غير تكييف في البيت. تكييف؟ وانا اجيب لك تكييف منين؟ اجيب لك فلوسه منين يا سيدي؟ ده امه ميرفت، امه ميرفت جابت تالت تكييف ليها على التوالي. ايه ده، امه ميرفت بقت هاتريك؟ جابت واحد في الصاله وواحد في اوضه النوم. اكيد التالت جه في العرض بقى. لا التالت في الحمام. ايه ده، ما حطيتش واحد كمان في البلكونه؟ في حد في الدنيا يحط التكييف في البلكونه؟ يا عم مدام ربنا كريمها الحمد لله بثلاث مكيفات، تحط واحد في البلكونه تجيب تروى للناس اللي ماشيه في الشارع عادي يعني. وبقى يا عادل انا ماليش دعوه، العماره اللي احنا ساكنين فيها بزت لبره من كتر التكييفات اللي فيها، الا شقتنا، الشقه الوحيده اللي لسه ما بزتش عشان ما فيهاش تكييف. بص يا رانيا يا حبيبتي، احنا شقتنا بزه لجوه الحمد لله من كتر الناس اللي فيها. وبصي بقى يا رانيا، بعد كده مش هجيب اي تكييفات، لان التكييفات دي بتكلفنا كهربا كتير، كفايه قوي ان الزباله على الكهربا، هنعمل كمان التكييفات على الكهربا. يا الكهربا هتستحمل ايه ولا ايه؟ بصي يا رانيا، درجه الحراره البارده بتقلل طاقه النكت والهرت والخناق بين الافراد في البيت، عشان كده لو تلاحظ ان احنا في الشتاء خناقاتنا بتقل بشكل ملحوظ جدا صدقني. خلاص يا حبيبتي، اوعدك ان شاء الله الشتاء اللي جاي اخلي خناقاتنا زياده باذن الله. على فكره بقى، الكلام ده اللي قالته البحوثات الاخرانيه. سامح عبد الرازق، الشهير بسامح فريون، مندوب شركه ايلاند للمكيفات. مكيفات؟ ايه ده يا عادل، هو الكيف بقى يتباع علني كده خلاص؟ بس يلا بس يلا، احب حضرتك اخد فكره عن الاسعار. عندنا ثلاث احجام، حجم صغير، حجم متوسط، وحجم كبير. على اساس ان، طب ما عندكوش يعني على طول بقى متوسط صغير كبير؟ والله في كل الاحجام. ايه يا عادل في كل الاحجام؟ انت عايز الحاجه دي لمين؟ لرانيا يا سيدي. رانيا؟ يا خبر ابيض. طب وياسمين بنتكو؟ ياسمين بنتكو مش خايف عليها يا عادل؟ وده حصل من امتى ده؟ امبارح قالت لي خلاص مش قادر اعيش من غيره. ده كله من اصحاب السوق. انت هتقول لي قعدت مع جارتنا لقيتها مبسوطه بالمكيف عايزه تقلدها. من اهم مميزات مكيفاتنا انك هتحس انك قاعد طبيعي، مفيش اي تغيير في الجو حواليك، وطبعا هتبقى مبسوط. اكيد طبعا، اكيد هبقى مبسوط. اهم حاجه انا عايز بس حضرتك يعني ايه، حاجه سعرها مهاوي. ايه ده ايه ده ايه ده عادل، ده وعايز تبقى مبسوط انت كمان؟ عايز يا عادل وفيها ايه يا ابني؟ المكيفات بقت ماليه البيوت كلها، وخصوصا البيوت المحترمه. المحترمه؟ يا خبر ابيض، وكل السنين دي كلها وانا فاكر الاحترام غلط؟ ده انا على كده بقى واطي. انت من غير كل السنين دي كلها انت واطي يا رمزي. ايوه ما تندهش، انت واطي. المهم حضرتك يعني اخد فكره بقى عن الاسعار. ده حسب النوع، في عندك الياباني والصيني والامريكاني، بس الاقوى الالماني. لا لا لا، ده حضرتك كده يعني شكلك كده يا تلموس، لان اجمد حاجه المغربي وبيجي بعد كده البلدي. يخرب بيتك، مغربي ايه ولبناني ايه؟ انت عايز تسلمنا يا اطلع بره، اطلع بره بره. والله انا بلغ عنك. انا اسف جدا حضرتك للي حصل ده يعني. لا ابدا مفيش حاجه. طب حضرتك النظام التقسيط عندكم ايه؟ اتفضل. في عندنا قسط على 3 سنين، وقسط على 5 سنين، وقسط على 10 سنين. يا 3 سنين هيبقى صعب بالنسبه لي، 5 سنين برضو هتبقى مشكله.
بس ما عندكوش بقى على 10 سنين. ايه ده؟ ده اكيد الراجل بتاع التكييف. التكييف جه. التكييف جه. مساء الخير. اهلا وسهلا يا باشمهندس، كلنا في انتظارك، اتفضل. من هنا يا باشمهندس، من هنا. ثانية واحدة يا اسطى، من هنا، اتفضل تعالى معايا، أصل أنا مامتي ضغطها عالي وبتتحرك بسرعة وبتسيح مننا، فأنا عشان التكييف لازم يدخل لها أوضتها، اتفضلوا. لا لا لا، استنى استنى أنت وهو، استنى استنى يا باشمهندس، إيه الكلام الفارغ اللي أنت بتقوليه ده؟ اسمعوا بقى كلكم، الأوضة دي من فضلك يا باشمهندس، الأوضة دي الوحيدة اللي ما فيهاش شباك، وأنا خسيت النص أنا وولادي من كتر ما أنا في ساونا ما أقدرش. ساونا؟ هو أنت تخنتي وربربتي يا حبيبتي لما جيتي نمتي عندنا وكلتي عندنا؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انتوا بتسمعوا كلامها؟ انتوا رايحين فين؟ تعالوا من هنا، التكييف ده جابه ابني حبيبي عادل، مش كده؟ طبعا يا ماما طبعا، اكيد يعني، ده انا جايبهولك مخصوص عشان لما تيجي تزورينا باذن الله اشغلهولك. اتفضل يا باشمهندس. ايه ده؟ مستخسر فيا حته التكييف؟ لا يا ماما طبعا معقوله، مفيش حاجه تغلى عليك ان شاء الله، اول ما اخلص قسطه هجيب لك واحد جديد. امتى يا عادل؟ مفيش، كمان 10 سنين على طول. بعد 10 سنين يا بابا اكون اتجوزت وخلي جوزي يجيب التكييف يحط في اوضه تيتا. ايه ده؟ ده على اساس ان انت هتجيبي جوزك يقعد معانا هو الاخر ولا ايه؟ يا باشمهندس يا باشمهندس، احنا تعبنا ونفسنا اتقطع من الوقفه، يا ريت تتفقوا وتخلصونا، هنحط التكييف فين؟ اسمع كلامي وخش على الاوضه دي واتكل على الله. يلا يا باشمهندس يلا. بحسره قلبي على نفسي مفيش حد واقف جنبي. معلش يا مامتي حبيبتي ما تزعليش، هديكي الهوايه، اقول لك هخصص لك كل يوم ساعه جوه في التكييف. اسمعوا يا جماعه، احنا دايما بنمر بالموقف ده ومع الخبره عرفنا الحل، والحل سهل وبسيط. يا سلام، يعني الشيلن ده هو اللي هيسقع علينا الشقه كلها؟ احنا هنعمل قرعه وهي اللي هتحدد مين اللي هياخد تكييف. انا اختار الملك. وانا اخترت الكتابه. وانا ايه لو اتعلق في الهواء يبقى انا اللي كسبت ولا ايه؟ لا طبعا ما ينفعش. بقول لك يا باشمهندس، ما عندكش الشيلن بثلاث وشوش؟ انت فاكرني حاوي؟ لا 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 لا، موضوع القرعه ده ما ينفعش اصلا، ده كلام فاضي. ايه اللي كلام فاضي؟ موضوع القرعه ده، موضوع القرعه ده بيحل مشاكل كتير. اتفضل يا باشمهندس شوف شغلك. طب نيجي بكره يمكن تكونوا اتفقتوا. عارف لو جيت حضرتك بعد 10 سنين بعد ما اخلص القسط هتلاقينا واقفين نفس الوقفه. انتوا مالكوش غير اقتراح الشيل. وهو ازاي بس هيفضل متعلق في الهواء يا عادل؟ استني بس يا رانيا. اتفضل يا باشمهندس. الشيل ما نزلش يا جماعه، اتعلق في النجفه. بتبركلي على ايه يا عبيطه؟ ما انت بتنامي معانا في نفس الاوضه. لا، وانا هنام مع بابا وماما في الاوضه. بصي يا حبيبتي، مش هينفع تنامي معانا في اوضتنا انا وماما، عشان انت من صغرك ما تعودتيش ان انت تنامي في التكييف، ممكن تعي. سلام. هموت من البرد. بردان قوي يا عادل، متلجه متلجه. بقول لك ايه، ما بالريموت من عندك ده اهو، حاولي توطي التكييف ولا اعملي اي حاجه. وطيته كذا مره مش عايز يوطى، مش عارفه الريموت ماله، عمال يعلق زي ما يكون راكبه عفريت. طب ما تحاولي تطفيه خالص، تطفيه خالص. ما تحاولش ما تحاولش، ما فيش فايده، مفيش حل غير ان انت تطلع تقفل سكينه الكهرباء من بره. معقول يا ناس الواحد يبقى متلج كده في عز الولعه؟ كلم الزفت اللي انت جبت منه التكييف ده يجي يصلحه. ما بحاول اكلمه، اول ما لقيت التكييف اتهبل كده والراجل قافل موبايله وقعدت تقولي بس ايسلاند ايسلاند، او بقينا في ايس هوم اهو. مش وقته دلوقتي، احنا هنعمل ايه؟ هننام ازاي في الايس روم دي؟ قومي هات البطاطين هات البطاطين هات البطاطين بسرعه 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 بسرعه. قاعدين في التكييف متهنيين. يا بختيهم، واحنا قاعدين هنا ميتين من الحر. قاعدين في التكييف متهنيين، واحنا قاعدين هنا ميتين من الحر.
بعد ما رضعنا وكبرنا وجوزنا يرمونا الرمية دي. لا لا بقول لك ايه، ما تلوميش بنتي ابدا، الركع على الراجل هو المسؤول. لا يا اختي، تلاقي بنتك هي اللي وزته وكلت دماغه. وبعدين يا انعام انا زعلانه، احنا هنفضل قاعدين كده حرانين وساكتين ومذلولين؟ بقول لك ايه، تيجي ندعي على التكييف؟ فكره. يا رب التكييف يبوظ، يا رب يا رب التكييف يبوظ ويتحر، يا رب يا رب. امين. الحمد لله الحمد لله. انا دعيت انعام، انا زهقانه وحرانه وقرفانه ومش قادره اسكت. طب بقول لك ايه، تيجي نشتمهم من ورا الباب؟ اه نشتمهم نشتمهم، بس بهدى، لو شتمناهم برضو مش هيطفي نارنا. واحنا مش ناقصين نار وحر. انعام بقول لك ايه، تيجي انا وانتي نشتري تكييف؟ وهنجيب فلوسه منين؟ فلوس ايه، احنا مش محتاجين الفلوس، احنا نشتريه بالتقسيط. ايوه، انتي تدفعي نص القسط وانا ادفع نص القسط. اوكي متفقين. الحر اللي هجم مره واحده ده، الله لا 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 لا، معقوله مع التكييف والواحد يعرق كده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا حاسس ان انا عطشان وفي سراب في الاوضه. التكييف ده بارد. التكييف ده ايه بقى؟ حله الوحيد ان هو يترمي بقى، ولا نعمل فيه ايه؟ انا كرهت التكييف، ما كنا قاعدين من غير تكييف. حبيتك. بص يا حماتي، احنا بعد ما قضينا ليله انا ورانيا في التكييف الهايل، يعني اكتشفنا ان احنا هنبقى انانيين جدا يعني لو عشنا طول عمرنا في التكييف، ففكرنا ان حضرتك انت ونجلاء يعني تبيتوا النهارده مكاننا بقى وتستمتعوا بالتكييف، وانا ورانيا نقعد في اوضتكم شويه. يا حبيبي يا عادل، انا فعلا طول عمري بقول ان انت حنين علينا. يا سلام يا عادل، بتبدي حماتك عن امك. طبعا حماته واكل عقله بالتكييف يا ماما، خليها تنفعه. واحنا ما نقدرش على زعل حضرتك ابدا يا حماتي يا حبيبتي عينيا. والله شوفي، والله ما حد نايم في الاوضه غير حضرتك. هو احنا هنا غير انتي؟ كده يلا يا سناء، يلا ننام في التكييف. يلا ماما. بلاش يا ماما، انت مش حمل بهدله. انا الاوضه دي مش هدخلها خالص. ليه بس كده يا طنط؟ ما دام ما جاتش من ابني يبقى ما تلزمنيش. شفتي يا انعام يا حبيبتي، ادي اخرتها، او احنا نربي ونكبر ونتعب فيهم وفي الاخر مش عايزين نخش نتهنى بالتكييف شويه. ماما بصي يا ماما، بجد الاحسن لك ان انت تباتي ليله في تخشيبه وما تباتيش ساعه واحده بس في التكييف. بقول لك ايه يا مجيده يا اختي، احنا نعمل زي ما اتفقنا، نشتري تكييف شرك، انت تباتي فيه يوم انت ونجلاء، وانا وبنتي حبيبتي يوم. انا ما عنديش مانع وموافقه. طب يا جماعه، ما دام اصرتوا ان انتوا تشتروا تكييف، بلاش تجيبوا من الواد سامح النصاب الطويل ده. شوف الخبز واللقم، شوف الخبز واللقم بتاع ابنك، انت مخلفاه ازاي ده؟ عايز يتبسط هو في التكييف واحنا لا. والله فكره. سناء، ايه رايك يا سناء تيجي انت تبات النهارده في التكييف؟ لا يا اخويا لا. لا انا هبات في التكييف بتاع مامتي. صح يا ماما؟ صح يا حبيبتي. اخش بقى انام انا جوه في التكييف. رانيا ما تخشي تشوفي لنا الجو كده، صيف ولا شتاء؟ السلام عليكم. ازيك يا رانيا؟ ايه اللي مقعدك لوحدك هنا؟ مش قاعده جوه في التكييف ليه؟ الا الاقساط صحيح اخبارها ايه؟ خريف، والصبح كانت بتمطر. بتمطر؟ اكيد التكييف كان بينقط. مالت له 4 جرادل. يا نهار ابيض. طب وبقيه الناس فين؟ قاعدين جوه في التكييف.
معقولة يا رانيا؟ ده زمانهم دلوقتي ساحوا أو اتجمدوا. أقوم أشوف. استنى بس يا عادل، دول قاعدين في الأوضة دي، أصلهم جابوا تكييف جديد. إيه؟ تكييف جديد؟ طب ليه خليتيهم يجيبوا من سامح النصاب ده بس؟ ما هم ما جابوش من سامح النصاب، جابوا من واحد من طرف سناء. مبروك التكييف يا سناء. الله يبارك فيك يا عادل، عشان الناس اللي كانت بتتنطط امبارح يتبطوا ويسكتوا. و جبتيه بكام بقى التكييف ده يا سناء امال؟ على 15 جنيه كل شهر، على 20 سنه هبقى اسدده من المعاش ان شاء الله. طب بس اكيد يعني خد منك فلوس كتير قوي في التركيب. ابدا ولا مليم يا عادل، اصله معرفه. وشغال كويس؟ زي الفل. سناء يا حبيبتي والنبي خديني ابيت معاكي النهارده في التكييف. بقول لك ايه يا رانيا، ما تشغلوا تكييف اوضتكم. انت ليه يا حبيبتي تستخسري في نفسك؟ احنا لما ندفع معاكم الفاتوره بالنص ما تقلقيش. شيلي ايدك عادل، ماليش دعوه، اتصرف. انا هفطس حسيح يا عادل. كلم اللي اسمه سامح ده. ما انا بحاول اكلمه. ايوه دولا حبيبي دولا. عايز ايه؟ ايه يا دولا؟ بص بقى يا عم، احنا الحال في البازار واقف بينا خالص بسبب الحر اللي احنا فيه ده، فانا ولا في بيع يا عم ولا شراء يا عم. بص، فقلت بقى انا فكرت يعني، قلت اروح عند دولا حبيبي اقعد عنده في التكييف ولا حاجه ساعتين ثلاثه كده لبكره الصبح. عينيا الكبير من عينيا، يا سلام. وانا افتيك الساعه اما انت تجيلي عشان تقعد عندي في التكييف، ده اليوم اللي انا بتمناه. ده انت مش بس صاحبي، ده انت ابن عم، يعني ولود عم. ولود عم؟ اه، اصيل اصيل يا دولا. وبعدين ده انت افضلك كتير قوي عليا، ده انت يعني لولا ذكائك ما كنتش هبقى في التقدم اللي انا فيه لدرجه ان انا اجيب تكييف اوضه النوم. انت يا ابني ربنا بيحبك، انك يعني ربنا رزقك بواحد زي كده. ربنا يخليك يا دولا، اخيرا عرفتوا فضلكوا عليا. هما فضلنا عليك عارفينه طبعا. يا سلام، اتفضل اتفضل اقعد. وكمان ايه، هقفل عليك الباب من بره عشان محدش يزعجك، وتعتبر نفسك يا عم النهارده اجازه، النهارده عيد التكييف الدولي. ربنا يخليك يا دولا. لا مش لدرجه بوس. اتفضل خليك. اتفضل. انا والله مش عارف اقول لك ايه. لا ما تقولش ما تقولش، خش بس. هي دي الاوضه؟ ايوه خش خش. بس كده دلوقتي احس ان الفلوس ما راحتش في الهواء. عليك يا عادل، ايه اللي انت عملته ده؟ انت عارف انت عملت ايه؟ حرام عليك يا عادل. سيبيه، خليني اخلص شويه من اللي بيعمله فيا. يا دولا يا دولا، افتح الباب يا دولا، انا مش عارف انا حران ولا بردان ولا ايه بالظبط. يا عادل حرام عليك، يا عادل حرام عليك، هتموته يا عادل، هيسيح. سيبيه سيح. يا عارفه اللبن بيعقموه ازاي؟ ازاي؟ بيقوموا مدخلينه على سخن، وبعدين يطلعوه على ساقع، وبعدين يدخلوه على سخن، وبعدين يطلعوه على ساقع، لغايه اما يتبستر. انا عايزه بقى ايه، يطلع لي لبن زبادي. اتفضل. بس عادل ماشي، سلمنا على المعلم. يا وصلنا. اهلا اهلا يا باشمهندس، ايه الاخبار؟ انا لسه جاي من البيت دلوقتي يا استاذ عادل، وكشفت على التكييف. اخباره ايه بقى؟ التكييف بايظ. طب ما انا عارف ان هو بايظ، يعني بايظ من ايه حضرتك؟ نتيجه سوء الاستخدام، وده واضح من الريموت، وبعدين كان شغال طول اليوم. ما حضرتك تكييف لازم يبقى شغال طول اليوم. ايوه بس مش حبه سخن وحبه ساقع، وبعدين في كتالوج بيوضح ازاي تستعمل الجهاز. ايوه ما حضرتك، انا شفت الكتالوج، الكتالوج مكتوب بالصيني. طب وايه ذنب الشركه اذا كنت حضرتك ما بتعرفش تتكلم صيني؟ يا سلام، يعني انا لازم اخد كورس صيني قبل ما اشتري المكيفات بتاعتكم؟ اللي عايز يحافظ على الجهاز بتاعه لازم يعمل كده. ايوه يعني ايه ده؟ اتفضل حبيبي. اتفضل اتفضل حبيبي. هذه ضحية من ضحايا التكييف بتاعته. اهو اتفضل. له فاهم هو حران ولا سقعان؟ ده تحاول يا نهار اسواح. نعمل له ايه دلوقتي؟ نعمل ايه حضرتك؟ ارميه وهات واحد تاني. ارميه؟ والله فعلا حتى لو رميته وما جبتش واحد تاني انا كسبان برضه. الشركة عندنا عاملة عروض جديدة، تدفع 19 جنيه قسط على 20 سنة. لا يا دولا دولا. اهو يا ابني دولا دولا، اوعى تدفع ولا مليم.
احنا محتاجين فلوس عشان تعالجني بيها. عالجك بيها؟ الشركة عندنا عاملة عروض علاج ضد أمراض التكييف وبالتقسيط برضو. والله صعبان عليا يا ابني برضو. طيب بكام القسط بتاع العلاج ده؟ 50 جنيه في الشهر على 20 سنة. عالجني عادي. عالجك ايه؟ عالجك ايه؟ بيقولك 50 جنيه في الشهر على 20 سنة، يعني اقعد اعالج فيك 20 سنة؟ لا حضرتك، الاقتراح بتاعك النرميه ده افضل كتير جدا. هات لنا بقى تكييفين من ابو 19. عالجني يا دولة عالجني. استنى يا ابني، اعالج فيك ايه؟ اعالج حولك ولا هبلك ولا عبطك؟ لا 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 لا، نرميه. روح ارمي نفسك قدام اي مستشفى حكومي. مستشفى حكومي عادي. يا سلام، وانا هبقى احن عليك من الحكومة.